الشاب يلخجه اللعب. أنا من ضواحي باريس، بدأت الكرة صغيرا كجميع أقراني، بدأت في ضواحي العاصمة ثم انتقلت إلى نادي تراب حيث لعب نيكولا أنيلكا، بعدها قمت بالتجارب في أكاديمية كليرفونتين ووصلت إلى الدور النهائي، وهناك تم اختياري من طرف باريس سان جيرمان، بعدها انتقلت إلى نون ثم إلى كليرمون، وبعدها حطيت الرحال في ليون. إسحاق من مواليد عام 92 في مدينة سطيف شرق الجزائر. لبدء المشوار كانت هناك قصة. عندما تكون صغيرا تلهو دائما بلعب الكرة، فداعبتها منذ الصغر في الحي مثل الجميع، وكان والدي أيضا يمارس الكرة، أي أنني كبرت مع الكرة. إسحاق بالفضيل رغم أنه بدأ لاعب وسط تحول إلى الهجوم وهو بين أيدي أمينة ويسير على خطى الكبار. في كليرمون كنت ألعب في وسط الميدان، غير أن مدرب اختار لي منصب المهاجم وتمكنت من تسجيل 9 أهداف، ومدرب ليون سيد بونو يراني مهاجما أيضا، وأنا الآن أعتبر لاعبا مهاجما. بالفضيل التحق بالمحترفين واحتك بالكبار، وكان أول لقاء له ذكرى لا تنسى مع فريق ليون هذا الموسم. لاعبي المفضل هو البرازيلي رونالدو، أحاول متابعة أخباره حتى في البرازيل، لقد تأثرت به كثيرا منذ الصغر، وهناك أيضا كريم بنزيما الذي أعتبره مثالا يحتذى به. إسحاق يعرف أنه ما زال لم يصل إلى المستوى العالي، يحاول تحسين نقاط ضعفه كتمركزه أمام المرمى وفي الملعب عموما، وأيضا تدعيم نقاط قوته، والحديث عنه في الجزائر يثلج الصدر طبعا. اهتمام الجزائريين بي يسرني، فهذا بلدي ومسقط رأسي أيضا. خيار اللاعب في فئة الشبان يبقى ضمن الزرق، أما لاحقا فهذا الشاب ذو الأصول الجزائرية لا يرى غير الخضر في مشواره. والدي وعائلتي نصحوني باللعب للمنتخب الفرنسي للشبان، حيث هناك الاهتمام والتنظيم، وأنا أشعر بالراحة مع الزرق، لكنني بالمقابل تابعت باهتمام مشوار الجزائري في تصفيات المونديال وكأس أمم إفريقيا، وهذا الأمر لن أنساه طبعا. أما المستقبل فيحلم الشاب الفضيل بعدة أندية كبيرة في إنجلترا وإسبانيا. المستقبل يبقى مفتوحا أمام هذا الشاب الذي بدأ الطريق وينظر بتفاؤل كبير إلى أفق مشواره. إسحاق بالفضيل إذن مشروع نجم آخر هنا في مدرسة ليون، وطبعا أسماء كثيرة من العرب المقيمين هنا في فرنسا وأيضا في دول أوروبية أخرى. هكذا يحضر النجم والبطل مشروع نجم. مشروع بطل ومشروع نجم قادر على اختصار الزمن من خلال موهبته، من خلال السرعة، لاعب يستطيع تسجيل الأهداف وصناعة اللعب سريع، صاحب بنية جيدة، وبالتالي سيستفيد كثير من تواجده في فريق ليون، صاحب هذا الأسلوب بالحفاظ على اللاعبين الصغار وتهيئتهم حتى يلعبهم كما الحال مع بنزيما. باعتقادي هو اختار النادي الأفضل والجو المناسب من خلال الاستفادة من كلود برويل، وبالتالي سيتطور في السنوات القادمة. مدرب ليو الذي يوجد قريب جدا من اللاعبين، حتى انه يركض مع اللاعبين، يتدرب مع اللاعبين، هذا عكس لورو أوبلا الذي هو ما يشبه كثيرا المانجر الانجليزي بعيد عن اللاعبين، لكن هو المبدع وهو الذي لديه الكلمه الاخيره والاولى في نادي بوردو، والمطالبه اليوم بالفوز.